موليكولار بيولوجي. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالـ DNA. في البداية هنتكلم introduction عن علاقة الـ DNA والموليكولار بيولوجي. تاني حاجة هنتكلم على الـ DNA function. بعد كده هنتكلم على الـ DNA structure سواء الـ primary structure أو الـ secondary structure. بعد كده هنتكلم على الـ backing of DNA inside the nucleus. وبالتالي هنقدر نغطي كل المعلومات الخاصة بالـ DNA structure. Molecular biology عبارة عن science بيعمل studying لنيوكليو بروتين. نيوكليو بروتين بيبقى موجود داخل النيوكليوس وبيتكون من نيوكليك أسيد والبروتين. أنواع البروتين تشمل الهيستون والبروتامين. دول نوعين من البروتين بيخشوا في تركيب النيوكليو بروتين. هنتكلم عليهم بالتفصيل أثناء شرح الـ DNA structure. نيوكليك أسيد بتشمل نوعين، بتشمل الـ DNA وكمان بتشمل الـ RNA. نوعين من النيوكليك أسيد موجودين داخل السيلز. النيوكليك أسيد سواء الـ DNA أو الـ RNA بتتكون من structural unit بنسميها النيوكليوتايد، وهي بتمثل البيلدينج بلوك اللي بيبني النيوكليك أسيد سواء الـ DNA أو الـ RNA. كل نيوكليوتايد بتتكون من جزئين، جزء بسميه نيوكليوسايد والجزء الثاني عبارة عن فوسفيت جروب. النيوكليوسايد بتتكون من جزئين، تتكون من النيتروجينس بيز والبنتوز شوجر. النيتروجينس بيزز بتشمل البيورين بيزز وكمان البايرميدين بيزز، نوعين من النيتروجينس بيز سواء البيورين أو البايرميدين. البنتوز بيشمل نوعين من الشوجر سواء الريبوز أو الديوكسي ريبوز. الريبوز بيبقى موجود داخل الـ RNA والديوكسي ريبوز بيبقى موجود داخل الـ DNA. وشكل النوكليوتيد بيبقى زي الشكل الموجود قدامنا ده، مكون من الثلاثة بار سواء الفوسفيت جروب أو البنتوز شوجر وكمان النيتروجينس بيز. الثلاثة بيبقوا ماسكين مع بعض وبيكونوا النيوكليوتيد. الشكل ده بيمثل كل المعلومات اللي هنتكلم عليها في المولوكولار بيولوجي. هنبتدي ناخد كل جزء ونتكلم عليه بالتفصيل، ومحاضرة النهاردة بشكل كبير جدا بتركز على النيوكليك أسيد وخاصة الـ DNA. نيوكليك أسيد، نيوكليك أسيد بتبقى موجودة داخل النيوكليوس، وظيفتها انها بتعمل store and transmit الهيرديتري information، بتخزن الهيرديتري information وكمان بتعمل لها transmission من النيوكليوس للسيتوبلازم. وكل واحد من النيوكليك اسيد بيبقى له فانكشن مختلفه. بنلاقي الـ DNA وظيفته ستور ذا انفورميشن ان اجينيتك كود. وظيفه الـ DNA ان هو بيعمل ستورنج للهيرديتري انفورميشن، وبيعملها ستورنج في صوره جينيتك كود او تركيب معين من الـ DNA. بيمثل عندي كود او بنسميها الجينيتك كود اللي من خلالها بعد كده بنقدر نعمل لها ترانسفورميشن للبروتين عن طريق الترانسكريبشن. بينما الـ RNA وظيفته ان هو بيعمل كارينج ذا انفورميشن من النيوكليوس وبيوديها للبروتين سينثيسايزنج ماشينري اللي هو الرايبوسوم الموجود داخل السيتوبلازم، بحيث ان الـ RNA بينقل الكود الموجود على الـ DNA داخل النيوكليوس وبيوصلها للرايبوسوم داخل السيتوبلازم بحيث ان هو يقدر يعملها ترانسليشن او يترجمها ويحولها للبروتين. اول نقطة هنتكلم عليها وهي الـ structure of DNA. الـ DNA هو اختصار الـ deoxyribonucleic acid. deoxyribonucleic acid. الـ DNA زي ما قلنا بيعمل كنترول على البروتين برودكشن داخل السيلز، لان هو بيحمل الكودز اللي من خلالها بيتم تصنيع البروتين داخل السيلز. والـ DNA بيبقى عليه مجموعة كبيرة جدا من الجينز، وعشان كده الـ DNA بيبقى important for عملية الريبليكيشن، مهم جدا for passing او نقل الجينيتك انفورميشن from generation to generation. زي ما قلنا الـ DNA بيبقى عليه كل الجينيتك انفورميشن موجودة في صورة جينز، واثناء عملية الريبليكيشن الـ DNA بيقدر يعمل دوبليكيشن للجينيتك انفورميشن، وعشان كده بيقدر ينقلها من generation to generation او من جيل لجيل. الـ structure of DNA، الـ DNA هو واحد من نيوكليك أسيد بيحتوي على 3 important components. بيحتوي على الفوسفيت جروب، كمان بيحتوي على البنتوز شوجر، وكمان بيحتوي على النيتروجينس بيز. 3 مكونات زي ما احنا شايفين، ده الفوسفيت جروب وده البنتوز شوجر ودي النيتروجينس بيز. 3 component مهمين جدا داخل الـ DNA structure.
الفوسفيت جروب بتبقى كونستانت ستراكشر، بمعنى ان تركيبها ثابت داخل كل النيوكليوتيدز الموجوده في تركيب الدي ان ايه او في تركيب الار ان ايه. عشان كده الفوسفيت جروب ستراكشر از كونستانت، او مفيش اختلاف ما بين مختلف النيوكليوتيدز، وكمان ما بيختلفش ما بين الار ان ايه والدي ان ايه. الستراكشر تاني وهو البنتوز شوجر، الدي ان ايه بيحتوي على الدي اوكسي رايبوز، والدي اوكسي رايبوز معناه رايبوز شوجر، ولكن ما فيش الاكسجين جروب على الكربون رقم 2، يبقى فيه الهيدروجين فقط، بينما الرايبوز الموجود داخل الار ان ايه بيبقى موجود الاكسجين مع الهيدروجين بيكون الاو اتش جروب على الكربون رقم 2. عشان كده نوع البنتوز الموجود داخل الدي ان ايه بنسميه الدي اوكسي رايبوز، ومن هنا جت تسميه الدي ان ايه اللي هو دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. الكومبوننت الثالث وهو النيتروجينس بيز. عندنا نوعين من النيتروجينس بيز، النوع الاولاني بنسميه البيورينز، والتكوين بتاعه عباره عن تو رينج ستراكشر، وبيوجد منه نوعين. النوع الاولاني بسميه الادينين بنختصره بالحرف الاي، والنوع الثاني بنسميه الجوانين ونختصره بالحرف جي. وزي ما احنا شايفين داخل تركيب النيتروجينس بيز بيبقى موجود النيتروجين، هو التكوين الاساسي للنيتروجينس بيز، عشان كده احنا بنسميها النيتروجينس بيزز. النوع الثاني من النيتروجينس بيزز وهو البايرميدينز. البايرميدينز بتتميز بالسنجل رينج ستراكشر، زي ما احنا شايفين ثلاث انواع من البايرميدين بيبقى فيها سنجل رينج، برضو بيبقى تركيبها عباره عن نيتروجين، وفي ثلاث انواع من البايرميدين، او نوع بنسميه السيتوزين وبنختصره بحرف السي، النوع الثاني هو السايمين بنختصره بحرف التي، النوع الثالث وهو اليوراسين بنختصره بحرف اليو، ولكن ده ما بيبقاش موجود في الدي ان ايه، بيبقى موجود في الار ان ايه. عشان كده النيتروجينس بيزز اللي بتبقى موجوده في الدي ان ايه بتشمل البيورين اللي هو بيحتوي على الادينين والجوانين، وبتشمل البايرميدين اللي هو بيشمل السيتوزين والسايمين. دي الانواع المختلفه من النيتروجينس بيزز. داخل تركيب الدي ان ايه الثلاثه كومبوننت اللي احنا قلنا عليهم، سواء الفوسفيت جروب او البنتوز شوجر او النيتروجينس بيز، الثلاثه بيتحدوا مع بعض وبيكونون مونومير اللي احنا بنسميها نيوكليوتايد. فالنيوكليوتايد هي عباره عن مونومير او وحده بتخش في تركيب الدي ان ايه، مكونه من ثلاثه كومبوننت، الفوسفيت جروب والبنتوز شوجر والنيتروجينس بيز، على بعضهم كده بنسميها مونومير او وحده او بيلدينج بلوك بنستخدمها في بناء الدي ان ايه. عشان كده ما بنيجي نعرف ايه هي النيوكليوتايد، النيوكليوتايد عباره عن انديفيدوال يونت اللي احنا سميناها المونومير، ذات اكت از ا بيلدينج بلوك فور دي ان اي، بنعتبرها الوحده الاساسيه اللي بنبني بيها الدي ان اي، وبتشمل ثلاثه كومبوننت اللي احنا قلنا عليها، سواء الفوسفيت جروب والبنتوز شوجر والنيتروجينس بيز. فالنيوكليوتايد بتمثل وحده او مونومير، ولكن البوليمر يبقى عباره عن لارج مولكيول يحتوي على ميني سمول مونومير زي التشين. فما بنجمع المونومير مع بعضها بتعمل لي البوليمر. فالبوليمر هو عباره عن تجمع من الانديفيدوال يونت اللي احنا سميناه المونومير. والدي ان ايه مولكيول بيبقى مكون من نيوكليوتايد بوليمر، بمعنى ان الدي ان ايه عباره عن بوليمر او تشين طويله جدا من النيوكليوتايد بتبقى ماسكه مع بعضها، بنسميها الدي ان ايه بوليمر، مكونه من عدد كبير جدا من النيوكليوتايد بتوصل ل 1000 او المليون. والدي ان ايه بوليمر بتقدر تعمل لينكينج مع بعضها من خلال الكوفيلنت بوندز، من خلال الكوفيلنت بوند ما بين كل نيوكليوتايد والنيوكليوتايد اللي جنبها بنقدر نعمل بوليمر طويل جدا او تشين طويله جدا من النيوكليوتايد. زي ما احنا شايفين النيوكليوتايد الاولانيه بتعمل كوفيلنت بوند مع النيوكليوتايد الثانيه، وبعد كده مع النيوكليوتايد اللي بعدها، وهكذا، بحيث ان هي بتعمل لونج تشين من النيوكليوتايد اللي احنا بنسميها الدي ان ايه بوليمر. فعن طريق الكوفيلنت بوند انا بقدر امسك كل النيوكليوتايد مع بعضها في صوره تشين، بنسميه الدي ان ايه تشين او الدي ان ايه بوليمر. والنيوكليوتايد بتمسك مع بعضها زي ما قلنا بالكوفيلنت بوند عند اماكن محدده
على البنتوز شوجر. زي ما احنا شايفين التركيب اللي قدامنا اللي في النص اللي هو عبارة عن البنتوز شوجر، بيبقى ترتيب الكربون يونت بتبتدي من 1 بعد كده 2 بعد كده 3 4 و5، فهو سكر خماسي او بنتوز شوجر فيه 5 كربون، يبقى ترتيبهم زي ما احنا شايفين 1 و2 و3 و4 و5. ولازم ناخد بالنا من رقم 3 ورقم 5 لان هم دول اللي بيحصل فيها الكوفيلنت بوند ما بين النيوكليوتيد وبعضها، فلازم نعرف اماكنهم. الثلاثة بتبقى تحت والخمسة بتبقى موجودة فوق بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. الكوفيلنت بوند اللي بتحصل ما بين النيوكليوتيد بنسميها الفوسفو داي استر بوندز، دي عبارة عن بوند بتحصل ما بين الكربون رقم 3 بنسميها 3 برايم كربون في البنتوز الاولاني، وبتتحد مع الفايف كربون على النيكست شوجر. بمعنى ان الكوفيلنت بوند هنا بتتم عن طريق الفوسفو داي استر بوند، عن طريق الفوسفيت جروب. الفوسفيت جروب بتقدر تربط الاثنين بنتوز شوجر عن طريق ان هي بتربط الثلاثة كربون او الكربونة رقم 3 مع الفايف كربون او الكربونة رقم 5 في البنتوز شوجر اللي موجود في النيوكليوتيد الثاني. وبالتالي لما بتتكرر الفوسفو داي استر بوند ما بين النيوكليوتيد بتقدر تعمل لي تشين طويله من الدي ان اي اللي احنا بنسميها الدي ان اي بوليمر او بنسميها الدي ان اي ستراند. الدي ان اي ستراند بعد ما بتتكون اللي احنا سميناها البولي نيوكليوتيد تشين بيبقى ليها طرفين، الطرف الاولاني بنسميه الفايف برايم او الفايف اند، والطرف الثاني بنسميه الثري برايم او الثري اند. وهنلاحظ ان الرابطة اللي احنا سميناها الفوسفو داي استر بوند بتتم ما بين الفوسفيت جروب وما بين البنتوز شوجر، عشان كده احنا بنسمي الفوسفيت مع الشوجر بنسميه الشوجر فوسفيت باك بون، هو بيمثل البناء الاساسي للدي ان اي ستراند او الدي ان اي بوليمر، لان الرابطة بتتم زي ما احنا شايفين ما بين الفوسفيت جروب وما بين الشوجر، وبعد كده الشوجر بيتحد مع الشوجر اللي بعديه عن طريق الفوسفيت جروب، فكل ده بنسميه الشوجر فوسفيت باك بون. وزي ما قلنا بيبقى ليه 3 5 اند بتبقى موجوده على الكربون رقم 5 بنسميها الفري 5 فوسفيت اند، وبتبقى نيجاتيف تشارج لان التشارج موجوده على الاكسجين بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بينما الاند الاخرى بتبقى عليها الفري هيدروكسيل جروب وبتبقى مرتبطه بالكربون رقم 3 على البنتوز شوجر، عشان كده احنا بنسميها الفري هيدروكسيل اند او بنسميها الثري برايم اند. بينما النيتروجينوس بيزز ما بتبقاش من ضمن الباك بون، زي ما احنا شايفين النيتروجينوس بيز بتعمل كونكشن مع الشوجر او البنتوز شوجر عند الكربونه رقم 1 في البنتوز شوجر، ولكن الطرف الثاني للنيتروجينوس بيز بيبقى فري، والطرف الثاني ده هو اللي بيعمل بيرنج مع النيتروجينوس بيز الموجوده على الدي ان اي ستراند الثاني اللي احنا بنسميها الكومبلمنتري ستراند. زي ما احنا عارفين ان الدي ان اي عباره عن دبل ستراند وبيبقوا مرتبطين مع بعض، فبيتم الارتباط من خلال النيتروجينوس بيز لان بيبقى ليها طرف واحد بس اللي ماسك في الباك بون اللي هو الشوجر والفوسفيت، بينما الطرف الثاني بيبقى فري، عشان كده عنده القدره ان هو يعمل بيرنج او اتحاد مع النيتروجينوس بيز في الستراند المقابل. فعشان كده يبقى تركيب الفوسفيت مع الشوجر بنسميه الباك بون، بينما تركيب الشوجر مع النيتروجينوس بيز بنسميه النيوكليوسايد. كل بنتوج شوجر اما بيتحد مع النيتروجينوس بيز بنسميه نيوكليوسايد. زي ما قلنا الدي ان اي عباره عن دبل ستراند، بيبقى فيه 2 دي ان اي بوليمر متحدين مع بعض، بيتحدوا مع بعض من خلال الهيدروجين بوند اللي بتبقى موجوده ما بين النيتروجينوس بيز. زي ما احنا شايفين بيحصل بيز بيرنج ما بين النيتروجينوس بيز. التركيب اللي قدامنا ده بيمثل الدبل ستراندد بولي نيوكليوتيد تشينز، كل بولي نيوكليوتيد تشين بترتبط مع البولي نيوكليوتيد تشين الثانيه عن طريق نيتروجينوس بيزز اللي هي موجوده في النص، بحيث ان الادينين بيرتبط مع الثيمين والسيتوزين بيرتبط مع الجوانين عن طريق الهيدروجين بوند اللي هي الرابطه الحمراء ما بين النيتروجينوس بيزز. وهنلاحظ ان ما بين السيتوزين والجوانين بيبقى فيه 3 هيدروجين بوند، بينما ما بين الثيمين والادينين بيبقى فيه دبل هيدروجين بوند، وبالتالي الرابطه ما بين السيتوزين والجوانين بتبقى اقوى من الرابطه ما بين الثيمين والادينين.
وده طبعا بيفرق اثناء البوليمريز تشين رياكشن. لو تركيب الدي ان اي فيه عدد كبير جدا من السيتوزين والجوانين، عشان كده بيحتاج مور انرجي عشان يقدر يفك الثري هيدروجين بوند. بينما لو فيه عدد كبير من الثيمين والادينين، فمعنى كده ان هو بيحتاج انرجي اقل اثناء عمليه الديناتوريشن او الميلتنج للتو ستراند، لما بنيجي نفصلهم عن بعض اثناء البوليمريز تشين رياكشن. ودايما البيس سيكونس اوف ذا تو ستراند بيبقى كومبلمنتري تو ايتش اذر. زي ما احنا شايفين ترتيب النيتروجينس بيزز على وان ستراند بيبقى كومبلمنتري للدي ان اي ستراند الاخرى. كومبلمنتري معناها ان هما بيكملوا بعض، بحيث ان النيتروجينس بيز ترتبط مع بعضها. عشان ترتبط مع بعضها لازم يكون الادينين قدامه الثيمين والسيتوزين قدامه الجوانين، زي ما احنا شايفين بالترتيب اللي احنا شايفين. عشان كده بنسمي ترتيب النيتروجينس بيز اللي هو بنسميه البيز سيكونس بيبقى كومبلمنتري او مكمل لبعضه من الستراند الاولانيه للستراند الثانيه، بحيث ان لازم الادينين يكون ماتشد مع الثيمين وكمان الجوانين يكون ماتشد مع السيتوزين. هذا اللي احنا بنسميه تو كومبلمنتري ستراند، عشان كده بيتحدوا مع بعض عن طريق الهيدروجين بوند. وبيبقى ترتيب كل ستراند او كل تشين بيبقى انتي باراليل للاثر تشين، بمعنى ان التشين الاولانيه بيبقى الاتجاه بتاعها من 5 برايم ل 3 برايم، بينما الكومبلمنتري ستراند بتبقى انتي باراليل، بمعنى الاتجاه بيبقى من 5 ل 3 في الاتجاه المعاكس. وده طبعا بيتم بالشكل ده بحيث زي ما قلنا هما الاثنين بيبقى كومبلمنتري، لانه لو هما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه بالتالي مش هيقدروا يرتبطوا مع بعض، لازم الادينين تبقى قدام الثيمين والجوانين قدام السيتوزين، عشان كده بيبقى الاثنين انتي باراليل، واحد من 5 ل 3 والتاني من 3 ل 5، فبالتالي بيبقى الاثنين كومبلمنتري وبيقدروا يتحدوا مع بعض عن طريق الهيدروجين بوند. السكندري ستراكشر للدي ان اي، السكندري ستراكشر معناه ان الدبل ستراند للدي ان اي بيحصل لهم تويستنج او بيلفوا حوالين بعض في شكل بنسميه الهيليكس فورم، عشان كده بيبقى في جروفز عند كل لفه. الجروفز دي بنسميها الميجور جروف او المينور جروف. فجوات بيبقى حجمها مختلف، الكبير منها بنسميها الميجور جروف والصغير منها بنسميها المينور جروفز. وزي ما احنا شايفين في الشكل قدامنا بيحصل تويستنج للدبل ستراند دي ان اي، بحيث ان النيتروجينس بيز بتبقى موجوده في السنتر وبتبقى شبيهه بالستيركيس، بتبقى عامله زي السلالم كده كانه سلم دائري، وكل سلمه بتمثل رابطه ما بين النيتروجينس بيز. فبيبقى التركيب الخارجي هو الباك بون المكون من البنتوز شوجر مع الفوسفيت، بينما التركيب الداخلي للدبل هيليكس هو عبارة عن النيتروجينس بيز بتبقى موجودة في الانتيريور of the DNA molecule. فبالتالي البرايمر ستراكشر هو عبارة عن التو سترانج من الDNA المكون من الباك بون ومن النيتروجينس بيزز اللي بتربط مع بعضها او بيحصل لها بيز بيرنج عن طريق الهيدروجين بوند. بينما السكندري ستراكشر هو عبارة عن الهيليكال فورم، بمعنى ان التو دبل ستراند بيحصل لهم تويستنج، عشان كده بيدينا شكل الهيليكس فور، وبيبقى فيه فراغات ما بين كل لفة والتانية بنسميها الميجور جروب والمينور جروب. والهيليكال فورم للدي ان اي بيتكون من تيرن او من عدد لفات محدد، كل تيرن بتتكون من مجموعة محددة من النيوكليوتايد، وده شكل الميجور جروف وده المينور جروف، بيبان نتيجة للتويستنج للدبل ستراندد دي ان اي. والجروفز دي بتبقى مهمة جدا عشان الاكسس اوف دراج او الترانسكريبشن فاكتور، عشان نقدر نوصل للتركيب الداخلي للدبل ستراندد دي ان اي. فبيبقى افضل مكان يحصل منه اكسس لداخل الدبل ستراندد دي ان اي هو الجروفز الموجوده، سواء الميجور جروف او المينور جروف. وزي ما احنا شايفين الدبل هيليكس اثناء عمليه التويستنج بيبقى داخليا موجود النيتروجينس بيزس كانها درج سلم بالشكل ده. عندنا اللون الاحمر الموجود في الخارج ده يمثل الباك بون، بينما اللون الازرق الموجود في السنتر يمثل النيتروجينس بيز. بالشكل ده بيبين الباك بون اللي هو مكون من البنتوز شوجر والفوسفيت جروب. اللون الازرق بيمثل الباك بون للفيرست ستراند،
واللون البني بيمثل الباك بون للسكند ستراند، والموجود في السنتر هو النيتروجينس بيزس، ونتيجه لعمليه التويستنج بتظهر الجروفز سواء الميجور جروف او المينور جروف. الفوسفيت جروب بتبقى اوتسايد الدبل هيليكس، دي الفوسفيت جروب زي ما قلنا بتعمل فوسفوداي ايستر بوند ما بين البنتوز شوكر. الفوسفيت جروب بيبقى فيها 3 هيدروكسيل جروب زي ما احنا شايفين 1 2 3. 2 من الهيدروكسيل جروب بيبقى اتاتشد مع البنتوز شوكر من خلال الفوسفوداي ايستر بوند. واحده من الهيدروكسيل بترتبط مع الكربون رقم 5، وواحده من الهيدروكسيل جروب بترتبط مع الكربون رقم 3 مع البنتوز شوكر الثاني. بينما الهيدروكسيل جروب الثالثه بتبقى فري وبيحصل لها ديسوسيشن في الفيسيولوجيكال بي اتش وبيبقى عليها النيجاتيف تشارج. عشان كده الدي ان اي ستراند بتحمل النيجاتيف تشارج نتيجه للفري هيدروكسيل جروب اللي بتبقى موجوده على الفوسفيت جروب. ده مهم جدا عشان بعد كده بيعمل كومباينيشن مع البوزيتيف بروتين اللي هو الهيستون بروتين عشان يحصل له باكينج داخل النيوكل. بيبقى في اشكال مختلفه من الدبل هيليكس للدي ان اي. لما بنعمل تويستنج للدي ان اي بيبقى في الترناتيف فور، بمعنى ان على حسب درجه التويستنج للدبل ستراند للدي ان اي بيدينا 3 اشكال زي ما احنا شايفين، بنسميها الاي 4 والبي 4 والزد 4. 3 اشكال من الدبل هيليكس اوف دي ان اي زي ما احنا شايفين مختلفين عن بعض في الشكل. البي فورم اوف دي ان اي هو الموست كومن فورم، وهو اكتشف عن طريق الواتسون اند كريك. 2 علماء هم اللي اكتشفوا تركيب البي فورم وخدوا عليه جائزه نوبل اللي هو موجود في النص ده، بنسميه البي فورم للدي ان اي. وما نبص لثلاث اشكال للدي ان اي لان هم بيختلفوا في الجروفز المينور والميجور جروفز الموجوده نتيجه للتويستنج. في البي فورم بنلاقي الجروفز بتبقى وايد وديبر عن الموجوده في الاي فورم والزد فورم، عشان كده بيبقى شكلها مختلف. كمان بنلاقي اتجاه التويستنج نفسه، بنلاقي ان الاي فورم والبي فورم بيبقى رايت هاندد، معناه ان هو بيلف ناحيه اليمين، بينما الزد فورم بيبقى ليفت هاندد، معناه ان هو بيلف يمه الشمال. فبالتالي التلات انواع الموجودين قدامنا بيمثلوا السكندري ستراكشر للدي ان اي. البي فورم هو الموست كومن فورم عن الاي فورم والزد فورم من الدي ان اي. بعد كده هنتكلم على الباكينج اوف دي ان اي انسايد ذا نيوكليس. الدي ان اي موليكيول بيبقى فيري لارج، احنا بنسميه اكستريملي لارج موليكيول، بيبقى طويل جدا. في حاله البكتيريا زي الاشيريشيا كولاي الكروموسوم بيبقى مكون من 4×10^6 بيس بير، عدد كبير جدا من البيس داخل النيوكليوتايد، عشان كده بيبقى لونج تشين. في الهيومن وفي الايوكاريوتس بيبقى الدي ان اي موليكيول فيري لونج وبيوصل لحد 7.2 سنتيمتر داخل سنجل كروموسوم. وبالتالي الحجم الكبير للدي ان اي هيبقى صعب جدا ان هو بيبقى موجود داخل النيوكلس، عشان كده بيبقى فيه طريقه معينه عشان نقدر ندخل الدي ان اي اللي هو طويل جدا داخل النيوكلس اللي حجمها صغير جدا حوالي 6 مايكرون او 7 مايكرون. عشان كده بنعمل عمليه باكينج او طريقه في لف الدي ان اي بحيث ان هو يقدر يخش داخل النيوكلس. عمليه الباكينج اوف دي ان اي داخل النيوكلس بتتم عن طريق بايندينج اوف دي ان اي مع الهيستون بروتين، والدي ان اي بيلف حوالين الهيستون بروتين وبيعمل مكون بنسميه النيوكليوسومز اللي هي موجوده قدامنا دي، بنسميها النيوكليوسومز. زي ما قلنا الهيستون بيبقى سمول بروتين، بيبقى بيزك بروتين ويز هاي كونتنت من الارجينين واللايسين اللي هي بتحتوي على الهاي بوزيتيف تشارج. عشان كده الدي ان اي بيعمل بايندينج حوالين الهيستون نتيجه لوجود الايونيك بوند اللي هو النيجاتيف تشارج والبوزيتيف تشارج، وبيكون وحدات من الهيستون مع الدي ان اي بنسميها نيوكليوسوم، ودي تبقى موجوده في الايوكاريوت مش موجوده في البروكاريوت زي البكتيريا. كل 8 مولكيول من الهيستون بيتجمعوا مع بعض وبيكونوا الاوكتامير، حواليهم بيلف الدي ان اي حوالي لفه وثلاث ارباع
اللي هي بتمثل 140 بيز، والدي ان ايه اللي هو بيلف حوالين الهيستون اللي هو عباره عن الاوكتامير، ده بيكون النيوكليوسوم كور. وبنلاقي ان احنا عندنا عدد كبير جدا من النيوكليوسوم كور وبتتحد مع بعضها عن طريق نوع اخر من الهيستون بنسميه الهيستون رقم 1 لو بنختصره H1، بينما النوع الثاني من الهيستون اللي هو موجود داخل الاوكتامير بيبقى عباره عن الهيستون نمبر 2 اللي فيه منه ال H2A وال H2B، كمان فيه ال H3 وال H4، دول عباره عن 8 وحدات بيلف حواليهم ال DNA وبيكونوا النيوكليوسوم كور، بينما ال H1 او الهيستون 1 هو اللي بيربط ما بين كل نيوكليوسوم مع النيوكليوسوم التي تليه، فعشان كده بيقدر يكون شريط طويل جدا من النيوكليوسوم. كل نيوكليوسوم كور مع الهيستون اللي هو H1 الاثنين على بعض بنسميهم نيوكليوسوم، يبقى النيوكليوسوم عبارة عن نيوكليوسوم كور مع الهيستون اللي هو H1. ونتيجة لوجود عدد كبير جدا من النيوكليوسوم كمان بتقدر تعمل فيرزر كومباكت ستراكشر، بحيث ان كل مجموعة من النيوكليوسوم بتلف حوالين بعضها وبتعمل هيليكال او تيوبلر كويلز، معناها انه بتعمل لفات اضافية في شكل هيليكس او في شكل كولم زي ما احنا شايفين، بحيث ان هي تقدر تجمع طول كبير جدا من الدي ان ايه في مساحة صغيرة، وتجمع النيوكليوسوم مع بعضها بنسميها السيلينود. وبالتالي عملية الباكينج للدي ان ايه هي عملية مهمة جدا عشان اقدر احط الدبل ستراند الدي ان ايه اللي هو بيبقى طويل جدا في مساحة صغيرة جدا داخل النيوكليس. وعملية الباكينج بتبقى عملية مرتبة جدا بحيث ان الدي ان ايه ما يكعبلش على بعضه، بحيث ان انا اقدر افكه اثناء عملية الترانسكريبشن او اثناء عملية الريبليكيشن. عشان كده عملية الباكينج بتبقى عملية منظمة جدا عبارة عن ارتباط الدي ان ايه مع الهيستون بروتين، بحيث ان هو بيعمل منه وحدات متكررة اللي احنا بنسميها النيوكليوسوم، واللي بتقدر تلف حواليها الدي ان ايه الطويل جدا في صورة مجموعة كبيرة جدا من النيوكليوسوم، وبالتالي تقدر تعمل باكينج للدي ان ايه اللي هو طويل جدا داخل النيوكليوس.